طيب خلينا نتكلم عن بعض الأخبار الهامة جدا واللي بتخص الفريق الأول لكرة القدم. وإحنا زي ما إحنا عارفين الفريق بيواصل تدريباته حتى رغم غياب بعض العناصر المهمة والأساسية جدا، سواء في المنتخب المصري الأول أو أيضا في المنتخب الأولمبي. وكمان علي معلول وجيرالدو، كان جيرالدو خلاص يعني وصل وشارك في التدريبات، لكن علي معلول لسه مع منتخب تونس، واعتقد ان هو عنده مباراة النهاردة ان شاء الله يا رب يخرج سليم بإذن الله، لانه لعيب مهم ومفتاح مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي. فبالتالي الفريق بيواصل تدريباته بشكل جيد جدا، تدريبات يومية بعد أجازة كانت 3 ايام بعد التأهل الأفريقي. فبالتالي الخبر الأهم ان الجهاز الفني والجهاز الإداري بقيادة الكابتن سيد عبد الحفيظ ومستر مارتين لاسارتي قرروا ان التدريبات تكون مغلقة عشان يكون في تركيز اكبر من قبل اللاعبين، خصوصا ان هيكون في اكيد بعض الجوانب الخططية والتكتيكية والفنية اللي ممكن يكون بيستقر عليها مستر مارتين لاسارتي من خلال التدريبات المقبلة بالتحديد. واحنا عارفين العد التنازلي خلاص بدأ لهذه النهارده الثلاث، عندك اربع خميس جمعة، مباراة يوم السبت ان شاء الله الساعة 7 على ملعب الجيش ببرج العرب، واللي بنتمنى بكل تأكيد ان أرضية الملعب تكون جيدة. فبالتالي التدريبات مغلقة بالنسبة للنادي الأهلي، مفيش أي حد يقدر يتابع التدريبات غير الأعضاء اللي ممكن يكونوا متواجدين بالصدفة وقت التدريب في النادي الأهلي. لكن الأهم من كل ده ان في تركيز كبير جدا من اللاعبين وهم مدركين مدى أهمية الفوز في هذه المباراة. النهاردة بالتالي كان أول يوم لهذه التدريبات المغلقة، وكان المران مسائي ابتدى بالتحديد في تمام الساعة 5، واعتقد ان هو انتهى خلاص منذ لحظات، يعني دلوقتي الساعة 7:05 اعتقد التدريبات خلاص او المران بتاع النهارده بالتحديد انتهى بالنسبه للنادي الاهلي. فبالتالي كانت تدريبات عباره عن في البدايه كان محاضره فنيه من قبل مستر مارتين لاسارتي، كلام مطول مع اللاعبين عن اهميه المرحله واهميه الفوز في المباراه المقبله، وكمان اكيد كلام عن الجوانب الخططية والتكتيكية اللي ممكن يركز عليها خلال التدريبات بالتحديد النهاردة. وخليني أقول لكم في الحقيقة أن المحاضرات هتفضل مستمرة من قبل الجهاز الفني للاعبين، ممكن تتضاعف كمان خصوصا أن أنت مقبل على زي ما قلت حضرتكم مرحلة هامة جدا. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق. النهاردة كمان كان في تدريبات بدنية وتدريبات فنية وتقسيمة كمان مع نهاية المران، كانت تقسيمة قوية، وبالمناسبة شارك في التقسيمة دي محمد الشناوي بشكل جيد جدا. البعض كان الفترة اللي فاتت قلقان شوية على محمد الشناوي، احنا عارفين ان هو كان لعب المباراة الأخيرة أمام فريق شركة الثورة الجزائري واللي انتهت بفوز كبير وأداء كبير بالنسبة للنادي الأهلي نتيجة 3-0، لكن هو كان لعب هذه المباراة كان في شكوك أصلا ان هو ما يشاركش. لكن في نفس الوقت عندنا حارس جيد جدا هو أيضا علي لطفي اللي بيشارك في التدريبات بشكل جيد جدا. يعني في الحقيقة الأمور بصراحة جيدة، أعتقد الغياب الوحيد اللي بالنسبة للنادي الأهلي في مباراة الزمالك، وفي الحقيقة هو هيكون غياب مؤثر جدا جدا، وهو كريم نيدفيد بسبب حصوله على الإنذار الثالث. لكن أيا كان النادي الأهلي مليء بلاعبيه المميزين. عندك بعض الإصابات الطفيفة، لسه موقف هشام محمد أعتقد ما تحددش، وخصوصا أنه بيعاني من بعض الإجهاد، لكن في المقابل أيمن أشرف بيعود للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي بعد أنه هو كان عنده بعض الالام في الظهر. كان في ناس قالت ان ايمن ممكن ما يلحقش المباراه، لكن خلاص بيعلن جاهزيته بشكل كامل. مش بس ايمن، لا كمان سعد سمير مدافع النادي الاهلي، واللي اكيد مدافع مهم ولديه ما هو كافي من الخبرات يفيد به فريق النادي الاهلي خلال هذه المباراه بالتحديد مباراه الزمالك. في المقابل كمان جيرالدو كان متواجد في مهمه مع منتخب بلاده في التصفيات الافريقيه المؤهله لبطولة الأمم الأفريقية اللي هتقام في مصر إن شاء الله مع نهاية شهر 6 القادم. وفي الحقيقة جيرالدو بيشارك في التدريبات النهاردة بشكل جيد جدا، وممكن أو بنسبة كبيرة هيكون أحد العناصر اللي هيتم الاعتماد عليها من قبل الجهاز الفني على مدار المباراة. مش شرط يكون أساسي ومش شرط يكون احتياطي، يعني لسه مش عارفين الأمور هتمشي إزاي، لكن أكيد هيكون ليه دور مهم جدا جيرالدو في هذه المباراة. طيب من ضمن برضو الأسماء اللي عايزين نطمن جمهور النادي الأهلي عليها هو حمدي فتحي، لسه بيواصل تدريباته والبرنامج الخاص به للتأهيل والتعافي من الإصابة، وإحنا عارفين أنه كان جاله زي شد قوي شوية في العضلة الخلفية، بالتالي صعب حتى الآن أن حمدي فتحي يكون متاح للجهاز الفني.
فبالتالي حمدي فتحي البعض قال ان هو ممكن يلحق هذه المباراه، البعض قال ان هو ممكن يعني على ميعاد مباراه الزمالك يكون جاهز، لكن اعتقد ان الفرص صعبه جدا بالنسبه لحمدي فتحي. ايضا من العناصر المهمه جدا حمدي فتحي، واللي كان اكيد ممكن يكون فيه خطط ودور فني بالنسبه له قوي وهام جدا بالنسبه للفريق في مباراه الزمالك. اكيد نتمنى له كل الشفاء، لكن في المقابل انت بيعود لك عدد من اللاعبين المميزين جدا. احمد فتحي وارد جدا ان هو يكون ليه دور مهم في مباراه الزمالك، وخصوصا عنده خبرات كبيره جدا ولعب المباريات دي كتير جدا، واعتقد ان هو فاز في كل المباريات. احمد فتحي اللي لعب امام نادي الزمالك ممكن يكون خسر مباراه او اتنين بس يعني، لكن ممكن يكون عنصر هام جدا بالنسبه للفريق في وسط الملعب او كباك رايت، بس اعتقد ان ممكن باك رايت هيكون صعب شويه في ظل تالق محمد هاني، هذا اللاعب المميز جدا بالنسبه للفريق في الفتره الحاليه. طيب زي ما قلت لحضرتك التدريبات مغلقه بالمناسبه، يعني هي مغلقه لكل الاعلاميين بما فيهم قناه الاهلي، يعني قناه الاهلي احنا عارفين دايما معودين حضراتكم ان احنا بنحاول ننقل لحضراتكم كل ما يخص النادي الاهلي بشكل عام، وبالتحديد كمان كل ما يخص الفريق الاول لكره القدم، لكن ما كانش متواجد النهارده كاميرا للقناه في التدريبات، وده بسبب التركيز الشديد اللي فرضه الجهاز الفني على تدريبات الفريق، وده شيء مميز وشيء مهم جدا، وكلنا داعمين للجهاز الفني وللاعبين في مرحله صعبه وهامه جدا 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 خلال الفترة الحالية.